أظهرت عملية تحرير الطبقة مرة أخرى انتصار جراد داعش بشكل متزايد أمام الروح البطولية لقوات سوريا الديمقراطية، دفعت العديد منهم للاستسلام ووقع العديد منهم في قبضتنا، والبعض كانوا يختبرون بين المدنيين ويهتمون في مبنى التحكم بالسد، ولم تثمر محاولاتهم في الاحتماء المدنيين وبجسم السد، وكذلك محاولاتهم اليائسة في اختراق الطوق المفروض عليهم من قبل قواتنا، وهذا يظهر جليا مدى جبن عناصر إرهابي داعش وتحملهم للذل والمهانة في سبيل الحفاظ على أنفسهم. في العاشر من شهر أيار الجاري تمكنت قواتنا من تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات بشكل كامل، وكذلك تقليص كل المدنيين من المنطقة ودعمهم. هنا نتوجه بالشكر والتقدير لأهل منطقة الرقة الطبقة الشرفاء لوقوفهم إلى جانب قواتنا في عملية تحرير مدينتهم، وندعو كل الشباب والشابات من أهل المنطقة للالتحاق بقواتنا وتنظيم أنفسهم ليتمكنوا من حماية المدينة والمنطقة بأنفسهم. كما نشكر قوات التحالف الدولي التي ساهمت بقوة في عملية تحرير الطبقة جواً وأرضاً. نتوجه للرأي العام ونعلن بأنه سيتم تسليم إدارة مدينة الطبقة إلى مجلس مدني للطبقة لإدارة الأمور إلى جانب قوى الأمن الداخلي التابعة لها، بعد تأمين المدينة بشكل كامل وتطهيرها من الألغام ومخلفات العمليات.